رح تشوفوا شو رح ساوي فيكم. والله شو؟ تولجا بارشين، تعا على غرفتي فورا. هذا الموضوع ما انتهى، بتشوفوا رح حاسبكم كلكم. تمام؟ امشي. رح يتعاقب على عملته الوسخة. أخي أنا ما بعرف كيف بدي أتشكرك، عن جد أخي قدير شكرا كثير إلك. لا تشكروني إلي، لولا دوروك ما كان صار هالشي. شكرا دوروك. العفو، نحن كلياتنا نجحنا بهالشي. إيه أكيد. ميليسا امشي. خلونا نروح نشرب شي بالكافيتيريا. ابن عمي. يا حبيبي، راح اللي خلانا نلحس التواليت واجا بداله. هذا الحب يا أخي بيخلي الإنسان ينسى حتى اسمه. شو هاد؟ بس لحظة لحتى شو. لا ما في داعي يا أرهام بيك، لا تتعب حالك، أنا شفته وهلأ بشرح لك شو اللي مكتوب. امبارح كان آخر موعد لحتى نبعت العرض اللي رح نقدمه. ايه بس لا تبس، بس اطلع على التاريخ اللي عندك. هذا تاريخ اليوم؟ لا عاكف بيك. ايه تاريخ امبارح مزبوط. ايه وشو بدنا نساوي هلأ؟ اه انت اللي رح تعوض لي خسارتي؟ بس شاطر تجي وتطلب مني، ما ضل معي مصاري مرتي.